التراث يعيشنا ولا نعيشه. يا أخي هذه تراثات، ابن تيمية والطبري والطبراني والمفيد وفلان وعلان والجاحظ، تراثات تقرأ كتراث. لا، الإصرار على إعادة إنتاج التراث للمعاصرين وجعله مرجعية، ومرجعية نهائية، لأنها أئمة ومقدسون وعلماء وأذكياء وعباقرة، ومين أنت يا صعلوك؟ ومين أنت يا رويبضة؟ هذا كلام فارغ، تحنيط للحياة يا إخواني. تلك كانت أيها الإخوة معارف عصرهم، استجابتهم، كانت استجاباتهم لتحديات عصرهم، لم تكن تراثات في وقتها. لما ورثناها نحن عبر الزمن أصبحت تراثات، لابد أن تباشر وأن يتعاطى معها كتراثات لا أزيد من هذا. أما أن تجعل مرجعيات تامة ونهائية وأقصوية، خلاص يحرم أيها الإخوة الخروج عليها، هذا تحنيط للحياة، نحن المحنطون.